فلوس الذهب بتاعك. شاطره يا بنتي يا وزه، كام دول؟ لا كتير، ما تعديش عشان بركتهم. ماشي. ويا اختي لو عايزه تبيعي حاجه من الحاجات اللي هلت عليكي جديده دي ابقي قولي لي. خمسه في وشك وفي عيني. ظبطي يا بنت حته دين جواهرجي بياخد كل حاجه من غير فواتير. يا بسم الله ما شاء الله. اتعلمتي اختي السجاري؟ ما انا اقعد اتفرج زي خيبتها كده عليكم وانتوا بتشتروا. ما انت يا اختي اللي مش عايزه تتدردح. يا بنت يا بنت ده انت حلوه زي القمر. سوق الحلاوه جبر. جبر ايه بس يا هبله؟ انت بس اللي مش عارفه تنزلي السوق. ايه سوق ابيع نفسي ولا ايه؟ لا يا هبله، يا ساتر يا رب على الغباوه، تبيعي الحلاوه. ايوه فهمتي؟ يلا على سيرة الحلاوة، أنا عايزة أروح للكوافير. وإيه علاقة بقى الكوافير بالحلاوة؟ طب دي بقى يتقال لها إيه؟ إيه علاقة الكوافير بالحلاوة؟ دي علاقة لا مؤاخذة ماشيين مع بعض بطال. بطلتي تمقلسي عليا أنت وهي. هاتي يا بنت نفس. يا بنت هاتي بس تفيش السيجارة كلها لوحدك. يا فراشي. يا بنت دي دخانها كله طار على الهوا. معلمناها الشحاتة. حلاوة السيجارة دي يا بنتي يا وزة، بقولك ايه، معاكيش منها محشي؟ محشي كرومب ولا ايه؟ ما شاء الله كمل كده. يا يما يلا قوموا بينا، يلا يلا يلا. يعني يا اختي ضهري 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 ضهري، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. الفلوس حلوة قوي يا ولاد، بس لو تقولي لي ايه الهبو اللي في وشك ده؟ والنبي يا اختي ما انا عارفة الشكمان اللي فتحوه في وشي ده. بس يا منيلة منك ليها، لا يقولوا علينا عمرنا ما جينا اماكن زي دي. لا يا اختي انا عملت كل الحاجات دي كلها يوم فرحي، بس الشكمان ده اول مره بصراحه. ابتديت ادمنه. ايه رايك يا رشا، مبسوطه؟ اه مبسوطه قوي يا طوحه. حد هيعمل سويت؟ يعني اختي ايه؟ ايه يا اختي اللي بتاع اللي انت قلتيه ده؟ يعني بتقول لك حد هيعمل حلاوه؟ ايه؟ يا هو يعني ايه سويت يا طوحه؟ ولا حاجة، لا يا اختي محدش هيعمل حاجة، امشي امشي. حد يجيب يا دوحة البنت الصغيرة معانا، كلام كبار، كلام كبار عليها. امشي يا اختي. لا لا مش هنعمل، مش يعني هنعمل. يعني مفيش حد فيكم هيعمل؟ الله، ما قالت لك محدش هيعمل، ده الا مضى، دي البنت اللي امضى قوي. هاي يا جو، ازيك؟ اهلا، ازيك احلام؟ اخبارك ايه؟ تمام، انت ازيك؟ مين البنات دول؟ أول مرة شرفوني. طب بقول لك ايه؟ فدام سوري بتسلم وبتقول لك احنا أخذنا بيت حلو قوي ومحتاجين شويه بنات كتيره كده عشان البيت يشتغل حلو. وبعدين انت جو كده اليومين دول نايم في الخط، وده ما ينفعش. انت عارفه الموضوع مش بالسهل، وبعدين انا لازم امتحن الشغل قبل ما احلق، وكمان اعرف الوظفه. يا اخويا ما هو اكتر من هم على القلب، الحريم المتبضعه اللي هربانه من اهلها. واللي بيحب الفلوس. هو في ست في الدنيا ما بتحبش الفلوس؟ عندي. يلا. منورنا يا هواني. يا اهلا، دي نوره. اول مره تشرفونا هنا مش كده؟ اول مره ده ايه؟ احنا طول عمرنا من واحنا صغيرين كده في الرابعه يا اخويا، واحنا بنرضع كنا بنروح لاحسن كوافرات فيك يا بلد، بس بصراحه يعني عجبتنا اليافطه من بره فقلنا نيجي نجرب. لا واضح واضح. طب والاموره الصغيره دي بقى اخت مين فيكم؟ هي اخت انا يا اخويا. اه واسمها ايه بقى؟ رشا. رشا. طيب قصه شعر رشا هديه مني عشان انتوا اول مره تشرفوا. ربنا يكرمك يا اخويا. كتر خيرك. منورك. والنبي ما عندكش حمام كريم؟ عندي كل حاجه، انت مريم. طب حط لي كده شويه الله يخليك، عشان شعري بقى تعبان قوي بقى مهصب بقى. عايزين اي حاجه بس قولوا عايزين جو. هتلاقي زيت زيتون احسن. الكريم ايه؟ زيت ايه؟ زيت زيتون. بس يا مفضوحه. اسكتي، دول خام قوي ويجي منهم موت. حلوه، اشتغل. هيحصل. يلا. شفتي؟ هيقص لها شعرها ببلاش. حنين له. النبي مش حنين بس، ده قميصه اللي هو لابسه البتنجاني ده ياخد العين ويشرح القلب. اهبطي يا بنت بقى، اهبطي وتقلي شويه. الراجل ده حلو قوي يا توحة. عاجبكم كده حتى العيله الصغيره؟ ما انا قلت ايه؟ بنتكلم كلام كبار، ما كانش ينفع تجيب البنت هنا. بتاع كبار، احنا بنتكلم كلام بس كبار. بس يا رشا بقى اسكتي يا رشا. خدي يا اختي. يا اخويا انا اتخنقت من البتاع ده. ما عندكيش يا اختي مونيكير احمر؟ اقفله اقفله يا اخويا، ده بيعمل ايه؟ بينظف الوش. ينظف ايه؟ انا وشي زي الفل، شايفني وشي مهبب. تعالي يا كوكا لبسيني الكوبايه. حاضر.
تحت امرك يجنن. هو ايه؟ قمر. حضرتك قمر. محدش يتصور ابدا ان عندك عيال في السن ده. ميرسي يا خوخه، انت اللي جميله. ما تسيبنا يا مامي بقى، اتاخرنا. انا جاهزه وبابا كمان جهز. طب وكريم؟ كريم بيقول ان عنده مذاكره، هيقعد يذاكر مع صاحبه. طب دقيقتين وهكون جاي. مريم زي القمر، عروسه ما شاء الله. البنات بتكبر بسرعه يا خوخه. يلا يا حبيبي بقى يا حبيبتي، اتاخرنا بقى. ها اوكي انا جايه اهو. يلا يلا يلا. هوصيك يا خوخه، خلي بالك على كريم واصحابه، شوفوا عايزين ياكلوا حاجه يشربوها. تحت امرك، ده زي اخويا الصغير. ماشي يا يا عرام بيه. بس بسرعة هاخد دش وهاجي. هوا يا لهوي، الراجل المفجوع ده هياكل كل ده. ها عجبتك الحاجة؟ خضتني يا عرام بيه. انت كنت بتعملي ايه؟ ما انا كنت بروق لحضرتك الاوضه، ما انا قلت لك. وزه اخر مره اشوفك ماسكه اي حاجه او بتنقل اي حاجه من مكانها، واخر مره تخشي الاوضه دي اصلا بره. ايه يا كريم، حفظت ولا زي كل مره؟ مش عارف اركز خالص. لا بقول لك ايه، صحصح كده عشان احنا بكره عندنا امتحان صعب جدا. ماشي ماشي. سي كريم، عملت لك الشندوتشات دي تتجود بيها عشان انت بتتعب في المذاكره طول الليل. تسلم ايدك يا خوخ. عايز حاجه تاني مني؟ ها انا بقول اقعد جنبك هنا، يمكن تحتاج حاجه. عندكش أغنية حلوة كده نركز عليها؟